رفعت الراية البيضاء في هذه اللحظة مشاهدينا الكرام، فتحت البوابات واندفعت الأفراس المنتجة محليا عمر السنتين التي لم تربح في شوطنا الأول من علامة 1400 متر على بركة الله تعالى بمبادرة الآن أشاهدها في هذه اللحظات لتعتذر على ما يبدو أيضا رقم 15 ريادية الآن تأخذ زمام المبادرة، رقم 3 مبسم هيا في المركز الثاني وكذلك كاتما أشاهدها أيضا في المركز الثالث والمركز الرابع لمو في محاولة للتقدم الآن في هذه اللحظات بين الأفراس المنتجة محليا عمر السنتين بقيادة الآن لريادية في المركز الأول مع مطاردة وملاحقة لمبسم هيا في المركز الثاني والمركز الثالث الآن لكاتمة التي تأتي في هذه اللحظات من الوسط للتقدم إلى المركز الثاني مع قيادة لريادية الآن الاقتراب من المنعطف الأخير وبداية الخط المستقيم في هذه اللحظات مشاهدين الكرام الأفراس المنتجة محليا عمر السنتين وأشاهد الآن كاتمة تتحفز لخطف الصدارة والمركز الأول بكل قوة الآن مع محاولات تشاهدها الآن أيضا لأم الجواهر ومن الخارج الآن المحاولة تأتي في هذه اللحظات مشاهدين الكرام لبهجة عيدة ومن الداخل أيضا محاولات لثمانية عشر محبوبة حمدان إلى المركز الأول بكل قوة ما شاء الله تبارك الله ضرب في آخر المسافة وآخر اللحظات.